نروح مع حضراتكم للحوار المجتمعي اللي أجرته مؤسسة حياة كريمة ومؤتمر جماهيري كبير حضره 3000 مواطن من أهالي قرى مركز أولاد صقر في الشرقية. تم الاستماع لمطالبهم وآرائهم واقتراحاتهم بخصوص أي مشروعات بتقوم بها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري. بعدد حاضرين تخطى 3000 مواطن، نظمت مؤسسة حياة كريمة حواراً مجتمعياً ومؤتمراً جماهيرياً حاشداً لأهالي قرى وعزب وتوابع الوحدة المحلية قصاصين الأزهار التابع لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بهذه القرى في جميع القطاعات. حضر اللقاء قيادات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وممثلو أسر الشهداء وممثلون عن الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى عدد كبير من أهالي القرى والعزب والنجوع التابعة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار ووفود مشاركة من الوحدات المحلية الأخرى. تم تنظيم الحوار المجتمعي والعرض من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة بمركز أولاد صقر في الست قرى المكونة للوحدة المحلية قصاصين الأزهار، وتم الاستماع لمقترحات الأهالي من خلال تلقي طلباتهم وتبادل الآراء والرؤى حول المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية داخل الوحدة المحلية.